تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني غدا الأربعاء بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك بمشاركة واسعة وفاعلة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. هذا وأكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الجلسة الافتتاحية ستكون مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، وذلك لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافية لمجريات الحوار.